مرحبا شباب، اليوم راح نشوف فعالية الحلزونات في الأحواض. تكونت عندي رواسب طينية بالإضافة إلى الطحالب. راح أوضع حلزونات لمدة 24 ساعة وأجي وراها راح أشوف شنو اللي قامت به هذه الحلزونات وكيف راح تقوم تحويل هذه الطحالب والرواسب إلى نترات أحادية سهلة التحلل. ابقوا يعني. الآن انطلقوا للعمل دون أن يضيعوا أي وقت في الانتظار. بدأ المسح، مسح أسفل الحوض من هذه الشوارب. بعد 24 ساعة راح أقوم برفع هاي الحلزونات وإعادتها لحوضها الأصلي. فقط أني أريد أمسح قعر الحوض لأنه عندي أفراخ جولد فيش. قعر الحوض أصبح ملوث بالبكتيريا الليمفاوية اللي يعلق بها الفرخ ويموت، بالإضافة إلى أنها تسبب ارتفاع نسبة الأمونيا بالحوض. هاي خطرة على الأفراخ. أنا أضع الحلزونات، فقط أن تقوم بعملية التنظيف ثم أرفعها. هاي النتيجة بعد 24 ساعة. تحولت البكتيريا الليمفاوية العقدية إلى هكذا نوع من الفضلات. هسه أنا راح أقدر أستطيع أرفعها من الحوض بكل سهولة. ضفت الأرضية، راح أرجع أشيل الحلزونات أطلعها. راح أرفع هاي الحلزونات من الحوض. هاي الأرضية صارت. بعد ما سحبت الأوساخ أصبح قعر الحوض بهاي الحالة. سحبت الأوساخ عن طريق هاي عملية السيفون. الأسماك لا تخافون عليها إذا انسحبت، أهم شي تخلون الطاسة جواها وترجعون الأسماك مرة أخرى للحوض. المهم أصبح الآن حوض نظيف خالي من هذه البكتيريا العقدية.